أهلا وسهلا فيكم بكمان درس بموضوع الهندسة الوراثية بالمستنبتات الخلايا الحيوانية، لأنه مش شرط يكون مستنبتات، كمان شوي بنشوف أمثلة على هندسة وراثية بخلايا بداخل الجسم. هذا الدرس الثالث بالهندسة الوراثية في خلايا حيوانية. بهذا الدرس رايحين ناخذ مثال على طريقة فحص وظائف جين معين باستنساخ هذا الجين بهدف تعبير زائد عنه، والمثل بدنا ناخذه عن جين البي 53 اللي هو جين من الجينات المسؤولة عن منع تكون سرطان بداخل الجسم، وكيف ذكرنا بدروس سابقة عن هذا الجين بأبحاث اتضح انه الفيل احتمال انه يتعرض لسرطان كتير واطي، ولمن رغم انه طول حياته طويل، ولمن فحصوا السبب اتضح انه في عنده العديد من النسخ من هذا الجين، بينما لدى الانسان في بس نسختين قليلتين. وكمان معروف انه اي شخص بيكون في عنده طفرة بواحد من هدول الاليلات التنين احتمال انه يطور مرض السرطان خلال عمره هو 100%. القضية هي بس وين تراح يتطور هذا المرض. اذا الباحثين كان في عندهم فكرة انه لجين البي 53 في دور هام بمنع تكون السرطان لدى الانسان. وطبعا كان في هدف مهم لهم انهم يفحصوا ايش الوظائف المسؤولة عن هذا الجين، كيف هذا الجين بيمنع تطور السرطان، شو دوره بداخل الخلايا. ولهذا الهدف عملوا ابحاث اللي في من خلالها استنسخوا هذا الجين بخلايا، نسخ اضافية من هذا الجين بخلايا بهدف فحص التغيير ب صفات الخلايا وتصرفاتها نتيجة للتعبير الزائد عن هذا الجين. وراح نأخذ هاي العملية كمثال لبحث من النوع. بعدين راح نحكي عن كتم التعبير عن جين في خلايا حيوانية، موضوع اللي يختلف يعاكس موضوع التعبير الزائد عن الجين. يعني بالتعبير الزائد عن الجين احنا بخلية إن كان هذا الجين موجود أو مش موجود من نستنسخ هذا الجين بهدف الحصول على نسخ عديدة من نسخ إضافية من هذا الجين بهدف التعبير عنه، تعبير زائد عنه. بينما بالكتم بتم كتم تعبير الجين، وبالتالي عملية نسخه وترجمته تتوقف، ومراقبة متابعة التغيير بصفات الحيوان أو الخلايا الحيوانية اللي تم فيها كتم التعبير عن هذا الجين بتعلمنا عن ايش الصفات اللي كان مسؤول عنها هذا الجين وادت لتغييرات بصفات الخلية او الحيوان. فنبدأ بمثال على تعبير زائد عن جين، وناخد كمثال لبحث من هالنوع هو تحديد هدف بحث وتحديد وظائف جين البي 53. فجين البي 53 كيف ذكرنا بدرس سابق، خلال دراسة التغيير السرطاني المسؤول عنه الفيروس SV40، فيروس اللي إذا بتعرض له الإنسان ممكن نتيجة لتعرضه لهذا الفيروس يتكون عنده سرطان. ففي دراسة بسنة 1979 ثلاث مجموعات من الباحثين في الولايات المتحدة وفي إنجلترا تمكنت من تشخيص بروتين معين كتلته المذرية هي 53 ألف دالتون أو 53 كيلو دالتون، وبالتالي من هنا أجى الأسم البروتين بي 53، بي اختصار لبروتين و53 كتلته المذرية 53 كيلو دالتون. تم اكتشاف هذا البروتين من قبل الثلاث مجموعات باحثين بسنة 1979، وطريقة اكتشافه انه لقوا انه خلايا اللي بتتعرض لفيروس الـ SV40 لما استخلصوا منها البروتينات الموجودة بداخلها لقوا انه
هذا البروتين بيكون ملتصق للأنتيجين تي اللي هو بروتين تابع لفيروس الاس في 40، وبالتالي البروتين بدراسات إضافية اتضح انه هذا البروتين الملتصق للأنتيجين تي أنتيجين تي مصدره مش الفيروس، مصدره الخلايا نفسها، وهذا الاشي وصلوا له بأخذ خلايا ضابطة اللي ما تعرضتش لفيروس الاس في 40 اللي وجد فيها هذا البروتين. فتساءل المكتشفو البي 53 عن وظيفة البروتين هذا في الخلية، وللإجابة عن هذا السؤال تم استنساخ هذا الجين بداخل خلايا حيوانية، وتم فحص تأثير التعبير الزائد عن هذا الجين بداخل على تصرفات الخلايا بداخل الخلايا، تم استنساخ الجين بداخلها. لأنه الأنتيجين تي الفيروسي مسؤول اللي الفيروس بدخله لداخل، مش بدخله، اللي بنتج نتيجة لاختراق الفيروس للخلايا، لأنه هذا الأنتيجين مسؤول عن انقسامات غير مراقبة للخلايا، كانت الفرضية العامة التي طرحت أن بي 53 من الممكن أن يكون متورط في عمليات سرطانية لأنه لا هو ملتصق للأنتيجين تي. فالفرضية المركزية الأولية اللي طرحت كانت أن التعبير الزائد عن البي 53 في الخلايا يؤدي إلى تحول سرطاني. ليش؟ لأنه بخلايا اللي تعرضت للفيروس اس في 40 وجد أنه فيها تم استخلاص هذا البروتين ملتصق للأنتيجين تي. لفحص هذه الفرضية يوجد حاجة إلى ناقل تعبير. ناقل تعبير كمان مرة هو عادة بلازميد اللي بيحتوي على موقع مراقبة قوي اللي يربط إلى داخله بالقرب من موقع المراقبة الجين المطلوب فحصه ويتم إدخاله إلى داخل الخلايا الحيوانية المناسبة. يمكن إعداد ناقل التعبير الذي يحتوي على DNA المشفر لبي 53 بمساعدة PCR بطريقة بحثنا وذكرناها بدرسنا السابق. لفحص تورط جين بتحول سرطاني يقحمون لداخل الخلية المناسبة ناقل التعبير الذي يحتوي على جين البي 53 واللي تم الحصول عليه بطريقة PCR أو بطريقة RT-PCR إذا بدنا cDNA تبع جين البي 53 كيف ذكرنا بالدرس السابق. فإذا كان بالفعل الجين متورط في التحول السرطاني للخلايا نتيجة للتعبير الزائد عن جين البي 53 اللي أدخل لناقل التعبير بواسطة ناقل التعبير أدخل إلى هذه الخلايا، فنتيجة لهذا الاشي بهاي الخلايا راح تتكون مجموعات من الخلايا السرطانية. في تجربة واحدة تم اقحام الناقل اللي بيحتوى على هذا الجين الى خلايا عادية نواقل تعبير تحتوي على DNA يشفر للإنكوجين RAS-MYC اللي هي معروف إنها جينات مسرطنة، يعني أخذوا خلية عادية وأدخلوا لداخلها نواقل تعبير تحتوي على الجين الـ RAS وجين الـ MYC اللي معروف إنها هي جينات بتؤدي لتحول خلية لخلية سرطانية، يعني تعبير زائد عن الإنكوجين يعني الجينات اللي بتحول خلية لخلية سرطانية، إدخال هاي الجينات لهاي الخلايا وتعبير زائد عن هاي الجينات يحول الخلايا هاي لخلايا سرطانية وبالتالي بتبدأ تتراكم خلايا سرطانية في المستنبت. في تجربة ثانية تم إقحام ناقل التعبير الذي يحتوي على الجين الذي يشفر للبي 53. إذن تجربة واحدة دخلوا لها الجينات تنين RAS و MYC اللي معروفين انهم بيحولوا الخلية لخلية سرطانية، بتجربة تانية دخلوا
ناقل التعبير اللي بيحتوي على جين البي 53 لنفس النوع من الخلايا، الخلايا العادية. ونتج انه بالتجربة الاولى صار في تعبير زائد عن الجينات المسرطنة التنين الـ RAS والـ MYC، ونتيجة لهذا ظهرت خلايا سرطانية. بينما في التجربة الثانية التعبير الزائد عن جين الـ P53 لم يؤدي إلى تحول الخلايا لها خلايا سرطانية. كيف شايفين بالرسم اللي قدامنا؟ بالتجربة الأولى أخذ الجين RAS المرتبط بناقل تعبير أو بلازميد تعبير، وجين MYC مرتبط لناقل تعبير تاني، وتم إدخالهم بواسطة طرق الترانسفكشن إلى خلايا عادية. وبعد أسبوعين، لأن الخلايا كيف قلنا زمن الجيل تبعها بين يوم ونص ليومين، فلازم ننتظر عدة أيام، فعادة بنتظروا جمعتين، فحصوا بالمايكروسكوب. طبعا شكل الخلايا السرطانية يختلف عن شكل الخلايا العادية، ووجدوا انه بالخلايا بالمستنبت تكونت العديد من الخلايا السرطانية. طبعا هذا اشي متوقع، لانه التعبير الزائد عن الجينات التنين هدول بالخلايا بيحول الخلايا لخلايا سرطانية. وبالتجربة هاي اللي عملناها ادخلنا بلازميدات تحتوي على الجينات التنين للخلايا، يعني ادينا لتعبير زائد عن هاي الجينات. بالتجربة الثانية عندما تراكمت معلومات كافية أصبح من الممكن طرح فرضية جديدة. بالتجربة الثانية أخذوا البلازميد الـ P53 دخلوا لخلايا عادية، فحصوا بعد جمعتين، لم تتكون خلايا سرطانية. إذن التعبير الزائد عن الـ P53 لا يؤدي إلى تحول الخلايا لخلايا سرطانية. إذن الفرضية اللي فرضوها كانت غلط. عندما تراكمت معلومات كافية أصبح من الممكن طرح فرضية جديدة، يعني بالاعتماد على البحثين هدول وأبحاث إضافية طرحت الآن فرضية جديدة، لأنه البحث اللي انعمل أثبت أنه الفرضية الأولى أنه الـ P53 تعبير زائد عن الـ P53 يؤدي إلى تحول الخلايا لخلايا سرطانية هو فرضية خطأ. الفرضية الجديدة كانت انه الـ P53 يقوم في الواقع بكبح عمليات سرطانية، يعني تعبير زائد عنه يعني بيعمل عكس الفرضية اللي فرضوها. اذا طرحت هاي الفرضية الجديدة ويجب فحص صحتها. ولهذا الهدف اقحموا الى خلايا عادية ناقل تعبير عن الـ P53 مع نواقل تعبير عن الانكوجينات التنين، الجينات المسرطنة التنين الـ RAS والـ MYC. واتضح انه بالخلايا الناتجة اللي هي خلايا عادية اللي إسا بتحتوي على تعبير زائد عن الـ P53 وعن الـ RAS وعن الـ MYC انخفض تكون الخلايا السرطانية مقارنة بخلايا عادية اللي تم إدخال الجينات RAS و MYC إلى داخلها فقط بدون الـ P53. إذن من هون الفرضية اللي نتيجة البحث هاد أكدت الفرضية اللي بتقول إنه الـ P53 يكبح عمليات سرطانية. هذا التوجه التجريبي ساهم بالفهم أن الـ P53 هو جين كابت للسرطان، بعكس الجينات RAS و MYC اللي هن جينات مسرطنة. وجين كابح للسرطان هو يسمى تيومر سابريسر، تيومر سابريسر جين. تضح كذلك أن أنتيجين تي اللي مصدره الفيروس اللي بيؤدي للسرطان عند تعرض الخلايا له يسبب سرطان نتيجة لارتباطه بالـ P53 وشل عمله. يعني بالتجارب الأولى اللي فيها تم اكتشاف الـ P53 وتوقعوا أنه الـ P53 هو المسؤول عن تكون عن تحول الخلايا لخلايا سرطانية، اتضح أنه
العملية ناجعة عن أنه عند تعرض الخلايا لفيروس المسرطن، هاي الخلايا تدخل المادة الوراثية تبعتها هاي الفيروسات تدخل المادة الوراثية تبعتها لداخل الخلايا، ويتم التعبير بداخل الخلايا عن الأنتيجين تي. الأنتيجين تي هذا يرتبط ببروتينات البي 53 الموجودة بالخلايا، الخلايا عم تنتجها، وهذا الإشي بيؤدي لشل بروتينات البي 53، وبالتالي بروتينات البي 53 المسؤولة عن كبت السرطان تتوقف عن عملها، عن إداء وظيفتها، وبالتالي الخلايا الرادعة عن تحولها لخلايا سرطانية بصير ببطل موجود اللي هو البي 53، ونتيجة لهذا الإشي الخلايا تتحول لخلايا سرطانية. بالرسم اللي قدامنا احنا شايفين التجربة اللي فيها أخذوا محلول فيه النواقل الثلاثة، البلازميدات الثلاثة اللي واحد بيحتوي على الجين الـ RAS، واحد على الجين الـ MYC، واحد على الجين الـ P53، وكل واحد من هاي البلازميدات عرضوها لخلايا عادية وانتظروا فترة أسبوعين وفحصوا ولقوا إنه بالخلايا اللي تكاثرت في عدد كتير قليل من الخلايا اللي تحولت لخلايا سرطانية مقارنة بالتجربة السابقة اللي عملوها اللي فيها أخذوا الخلايا العادية وفوتوا لها جين الـ RAS وجين الـ MYC بدون جين الـ P53، ولقوا هناك إنه كانت نسبة عالية من الخلايا اللي تحولت لخلايا سرطانية، وبالتالي كانت نتائج التجربة هاي تعزيز للفرضية الجديدة بأنه البي 53 يكبح عمليات سرطانية. لتأكيد نتائج البحث اللي عملناه، الفرضية اللي بتقول انه البي 53 هو جين كابح للسرطان، يجب طبعا القيام بدراسات اضافية اللي فيها يتم دراسة تعبير زائد عن جين البي 53 على جسم كامل، على جسم انسان. وهنا بدي اذكر فرق أساسي بين تجارب إن فيفو وإن فيترو، وبالفعل عملت دراسات إن فيفو، سنحكي عزبت شو الإن فيفو وإن فيترو، وبحسب النتائج في مختبرات مختلفة وجد أن حوالي 50% من الأورام السرطانية التي يتعرض إلها الإنسان سببها طفرة في جين البي 53. وجد أنه أنواع معينة من الطفرات في جين البي 53 تؤدي تعرض الإنسان لتعرض الجين هذا لواحدة من هاي الطفرات تؤدي إلى أو بتزيد من نسبة تعرض الإنسان لسرطان. وهون ذكرنا عن دراسات اللي بتتم على خلايا ودراسات اللي بتتم على جسم الإنسان، وهون لازم نفرق بين إشي منسميه إن فيفو وإشي منسميه إن فيترو. فكل الدراسات اللي فيها نأخذ أجهزة بيولوجية أو منظومات بيولوجية وندرسها بالطبيعة تبعتها، دراسات هاي منسميها إن فيفو. يعني إذا أخذنا خلايا كبد ودرسنا تغييرات تأثيرات مواد مختلفة عليها بداخل الجسم نفسه بداخل جسم الإنسان، هاي الدراسات نسميها إن فيفو. ولكن إذا أخذنا خلايا كبد ونميناها بالمختبر بمستنبت خلايا بنسميه إن فيترو. طبعا في اختلاف كبير بين دراسات إن فيفو وإن فيترو، مش دائما النتائج اللي نحصل عليها بدراسات إن فيترو نحصل عليها بدراسات إن فيفو، لأنه نتذكر انه لما في عندي خلايا بداخل مستنبت او بعمل دراسات عليها، انا في عندي بس هاي المنظومه لحالها، فيش اي تاثيرات اخرى، بقدر احافظ واتحكم بالظروف اللي عم تتعرض لها الخلايا بشكل دقيق. بينما اذا عم باخذ خلايا موجوده بجسم الانسان ان فيفو، احنا عم نعمل دراسه على خلايا موجوده تحت تاثير
أنظمة مختلفة موجودة بداخل الجسم هذا الإنسان غير العوامل اللي إحنا عم نجرب نفحص تأثيرها عليها، وبالتالي نتائج التجارب بالحالتين تختلف عن بعض. ودائما إذا بدنا نفحص تأثير دواء معين على إنسان بالأول بنعمل تجارب إن فيترو، إذا اتضح إنه فيش تأثير مجبور نعمل تجارب إن فيفو على الإنسان كامل عشان نتأكد من تأثير هذا الدواء عليه. نأخذ استراحة 10 دقائق وبنرجع نكمل موضوعنا.
إذن نكمل بعد الاستراحة. حكينا عن مثل عن تعبير زائد عن جين معين وكيف من خلال تعبير زائد عن جين أو جينات نقدر نعرف وظائف هذا الجين في الخلايا. فكمثل الجينات RAS و MYC تعبير زائد عنهن، خلايا اللي دخلنا لهم هذا الجين تحولوا لخلايا سرطانية، احتمال أن يتحولوا لخلايا سرطانية بزيد. من هنا بتضح أنه هدول الجينات التنين إلهن دور بتكون خلايا سرطانية، يعني هني مسؤولين عن تحول الخلايا لخلايا سرطانية. بينما جين الـ P53 يمنع أو يحد أو يكبت تحول الخلايا لخلايا سرطانية، وهذا الاشي كمان لقيناه بإضافة هذا الجين لخلايا اللي شفنا أنه بالفعل تم كبت تحول هاي الخلايا لخلايا سرطانية. إذن تعبير زائد عن جينات بيقدر يعلمني عن صفات هاي الجينات بخلايا. بالمقابل في عنا عملية تانية اللي بنقدر نستعملها لدراسة وظائف وصفات جين معين، وهي كتم التعبير عن جين في خلايا حيوانية. كتم التعبير هي عكس تعبير زائد عن جين، يعني نمنع أو نقلل تعبير عن الجين في خلايا حيوانية بهدف معرفة أو دراسة الصفات والوظائف المسؤول عنها هذا الجين في الخلايا. فالطرق المستعملة بهاي الحالة هي تعطيل أو كتم تعبير عن جين بأمل أن تكون الخلية حساسة لانعدام أو كبت التعبير عن الجين. يعني نقدر نشوف تغيير بصفات هاي الخلية نتيجة لكتم تعبير عن جين معين. لتعطيل التعبير عن جين يعملون بمستوى الـ DNA، ولكتم التعبير عن جين يعملون بمستوى الـ RNA. إذن في عندي تعطيل تعبير عن جين وفي عندي كتم تعبير عن جين. تعطيل تعبير عن جين بمستوى الـ DNA يعني نعمل تغيير اللي له علاقة بالـ DNA، كتم تعبير عن جين بمستوى الـ RNA. إذن في عندي تعطيل وفي عندي كتم. بمستوى الـ DNA يمكن إصابة الجين المدروس في الخلية بشكل موجه وتشويش تسلسل الجين بطرق مختلفة، ويمكن إجراء ذلك في عملية يتم بها تبديل مقطع في الجين بمقطع يحتوي على تسلسل غريب يعطل التعبير عن الجين، يعني يتوقف نسخ الجين أو أنه السلسلة البوليبيبتيدية الناتجة عن الجين تفقد مبناها الفراغي نتيجة لتغيير بتسلسلها. بالإضافة يمكن استعمال خلية جنينية تم تشويش تسلسل جين معين بها لإنتاج فأر به الجين المدروس مشوش أو معطل في كل خلايا جسمه، وبالتالي فحص تأثير تعطيل عمل جين على كل الحيوان، كل الكائن الحي. فمثلا فئران اللي عطلوا عمل الجين P53 نتيجة لتعطيل الجين بداخل الخلية الجنينية، هاي الفئران ماتت من السرطان خلال عدة أشهر من ولادتها، ومعروف إنه الجيران الفئران بتعيش عدة سنوات. إذا تعطيل عمل الجين P53 في الخلية الجنينية وإنتاج فئران اللي كل خلايا جسمها لا تعبر عن جين P53 أو لا تحتوي على النسخ الصحيحة من جين P53 أدت لتعرض هاي الفئران لسرطان خلال فترة حياتها الأولية. في طريقة بديلة يدرسون تأثير كتم، مش تعطيل، كتم التعبير عن جين في خلايا داخل مستنبت بمساعدة RNA معيق، وهو RNA له تسلسل مكمل لقسم من تسلسل RNA messenger، messenger RNA، RNA رسول التابع للجين اللي احنا بدنا نكتم التعبير عنه. والفكرة هي انه هذا RNA المعيق اللي بيحتوي على تسلسل مكمل لل RNA messenger RNA ناتج عن الجين اللي بدنا ندرسه يرتبط نتيجة للتسلسل المكمل بأربطة هيدروجينية بالـ RNA الناتج، وهذا الإشي يؤدي إلى تعطيل عملية ترجمة الـ RNA.
إحدى الطرق الأولى لكتم التعبير عن جينات استغلت RNA من نوع أنتيسنس. RNA من نوع أنتيسنس، و RNA بتكون بجينات، ببعض الجينات بالخلايا، وهو جزء ينتج بشكل طبيعي في الخلية بنتيجة لعملية نسخ بعض الجينات، حيث توجد في الخلية مقاطع DNA يمكن أن ينتج منها جزيئان من RNA. DNA مكون من جديلتين، عادة يتم نسخ جديلة من الجديلتين وينتج RNA واحد، ولكن في مقاطع من DNA اللي يتم نسخ الجديلتين المتقابلتين وبالتالي ينتج جزيئين RNA اللي بيكونوا مكملات لبعض، لأنه واحد تم إنتاجه بواسطة نسخ الجديل الأولى والتاني تم إنتاجه بواسطة نسخ نفس المقطع من الجديل المقابل، والتسلسل بالتالي بجزيئين الجزيئين الـ RNA الناتجين بكونوا تسلسلات مكملة لبعض، بمعنى أنه إقبال اليو بالجديلة الـ RNA الأولى بيكون في إقبال الـ A بيكون في U، إقبال الـ C بيكون في G، وإلى وبالعكس. إذا وجد في مقطع كهذا جين مشفر لبروتين، فإن أحد جزيئات الـ RNA الناتجة يمر معالجة ليتحول لـ messenger RNA اللي يترجم ويتحول لبروتين. هذا الـ RNA يسمى sense RNA. sense بالإنجليزي له معنى. ليش؟ لأنه هاي جديلة الـ RNA هاي اللي تم نسخها عن الجين تعني إشي للخلية، يتم ترجمتها لبروتين، تعطي معلومات للخلية. بينما الRNA الآخر يسمى أنتيسنس، لأنه هذا الRNA الخلية لا تستعمله، لا تبني منه بروتين وما إلهش معنى. أنتيسنس يعني لا معنى له. جزيء RNA من نوع سنس وجزيء RNA من نوع أنتيسنس يمكن أن يلتصقان معا لإنتاج جزيء RNA ثنائي الجديدة. ليش؟ لأنه جزيئين مكملين لبعض كيف ذكرنا قبل. في إعقاب التصاق كهذا هنالك إمكانيتان: إعاقة لعملية الترجمة، لأنه الـ RNA messenger RNA اللي لازم يمرق معالجة وترجمة، ملتصق للأنتيسنس للـ RNA اللي لا يتم معالجته وترجمته، إذن إعاقة. والإمكانية الثانية هي أن يتحلل جزيء الـ RNA ثنائي الجديلة، إنزيمات ترتبط به وتحلله، بالتالي الـ RNA اللي تم نسخه من الجين لم يتم التعبير عنه بل تم تحليله. النتيجة بالحالتين هي كتم التعبير عن الجين، لأنه بالحالتين الـ RNA ناتج عن نسخ الجين ما مرش عملية ترجمة، عد كمية البروتينات المشفرة بواسطة هذا البروتين تبدأ بالانخفاض بداخل الخلية، ومن ثم ممكن أن نقوم بدراسة التغييرات بصفات الخلية اللي ناتجة عن الانخفاض بالتعبير عن هذا الجين أو كبت التعبير عن هذا الجين، وربط تغييرات بهذه الصفات بهذا الجين وتحميل هذا الجين مسؤولية التغيير بهاي الصفات. بالرسم اللي قدامنا هون في عندي مقطع من جين X اللي كيف احنا شايفين بتتم عملية نسخ له. الجين مكون من جديلتين متقابلتين، عادة بمعظم الحالات الـ RNA بوليميراز يرتبط بموقع المراقبة من طرف واحد من الجين ويقوم بنسخ جديلة واحدة من الجديلتين. في حالات اللي فيها الـ RNA يرتبط من الطرف الآخر، الطرف الآخر في موقع مراقبة إضافي يحفز ارتباط RNA بوليميراز، وبالتالي يتم نسخ الجديل المقابلي. نتيجة لعملية النسخ بنتج عندي من الجديل الأولى جزيء RNA
مكمل لها. ومن الجديد الثاني جزيء ار ان اي مكمل لها. نتيجه لل انتاج الجزيئين، واحد من الجزيئين هو الجزيء السنس ار ان اي اللي المفروض يتم ترجمته. الجزيء الثاني فيش له أهمية بداخل الخلية، ولكن لوجود الجزيء الثاني اللي نسميه أنتي سنس اللي بيحتوي على تسلسل مكمل، كيف شايفين هون في عندي A مكمل ل U U A C G G C، تتكون بينهم أربطة هيدروجينية، ممكن الجديلتين إنهن يلتصقوا ببعض نتيجة الأربطة الهيدروجينية اللي تتكون، والنتيجة هي تكون جزيء RNA ثنائي الجديلي اللي مكون من جديلة السنس ومن جديلة الأنتي سنس. وهذا الإشي بيؤدي لإمكانية واحدة، إعاقة عملية الترجمة. إعاقة عملية الترجمة يعني ممكن الجديلتين يعودوا ينفصلوا عن بعض، وبالتالي السنس RNA يمرق عملية الترجمة. أو إمكانية تانية هي تفكيك، وبالتالي جزيء الـ RNA ثنائي الجديد يتم تفكيكه بواسطة إنزيمات خاصة، وبالتالي السنس RNA يفقد ولا تتم عملية الترجمة. ولكن بالحالتين في انخفاض في كبت للتعبير عن هذا الجين، رغم أنه تمت عملية نسخه ولكن لم تتم عملية ترجمته. الـ RNA من نوع سنس نجاعة محدودة في كتم التعبير عن جين مدروس، رغم أنه ممكن يتم استعماله ولكن نجاعة استعماله محدودة، لأنه مش كل جين بتكون أنتي سنس جديلة RNA من نوع أنتي سنس. وبالتالي حاولوا تطوير طرق تانية، وبالفعل بسنة 1998 تم اكتشاف RNA معيق ثنائي الجديلة اللي يقحم إلى داخل الخلية من الخارج. يعني هون الأنتي سنس يتم بناؤه بداخل الخلية نفسها، بينما بسنة بالطريقة اللي اكتشفوها أو طوروه بال 1998 الRNA المعيق الثنائي الجديلة يتم إقحامه إلى داخل الخلية من الخارج. RNA كهذا يعيق التعبير بنجاعة أكبر بعشر أضعاف من الأنتي سنس الأنتيسنس RNA العادي. المكتشفين اللي اكتشفوا الـ RNA معيق الثنائي الجديد هو الباحثين أندرو فاير وكريغ ميلو اللي حازا على جائزة نوبل نتيجة لهذا الاكتشاف بال 2006. طبعا الحصول على جائزة نوبل ولا مرة بيكون مباشرة بعد الاكتشاف، لأنه عادة جائزة نوبل تعطى للناس اللي اكتشاف أثبت نجاحه وأثبت أنه أعطى للعلم وللبشرية، كان له أهمية كبيرة للعلم وللبشرية. هذا الـ RNA هو مصنع صغير من خارج الخلية يسمى RNA صغير معيق. إذن RNA ثنائي الجديلة اسمه RNA صغير معيق، واختصار تسميته siRNA، تذكر هذا المصطلح اللي si اختصار ل small interfering RNA. إذن siRNA هو جزيء RNA صغير بيتم تصنيعه بخارج الخلية، بيتم إدخاله للخلية ثنائي الجديلة. siRNA اسمه RNA صغير معيق لأنه يعيق التعبير عن جينات. يتكون ثنائي الجديلة كيف قلنا يتكون من حوالي 22 زوج من القواعد النيتروجينية، يعني كل جديلة فيها 22 نوكليوتيد، له تسلسل مكمل لتسلسل RNA
معين راس تسلسل ميسنجر RNA بدنا نكتم التعبير عنه. إذا بدل استعمال الأنتي سنس اللي الخلية بتبني يتم بناء من الخارج siRNA اللي التسلسل تبعه هو يكمل لجزء من تسلسل ميسنجر RNA احنا معنيين انه نكتم التعبير عنه، تابع لجين معين احنا معنيين انه نمنع التعبير عنه. هذا RNA يتم انتاجه بانبوب اختبار كيف قلنا من جلديلتين بتحتويان على تسلسل مكمل بطريقة كيميائية بتفاعلات كيميائية، وبتم إدخال الـ RNA الصغير المعيق للخلية بواسطة التعداء كيف قلنا، كيف بتم إدخال الـ DNA كمان ترانسفيكشن بوسائل مشابهة بتم إدخال الـ RNA الصغير الـ siRNA. بعد إقحام الـ RNA الصغير المعيق الـ siRNA إلى داخل الخلية، جديلة واحدة منه تتمركز داخل مركب معقد من البروتينات. داخل هذا المركب المعقد يتمركز الميسنجر RNA اللي مكمل له هذا هاي الجديل القصير. الجديلتين يرتبطان داخل المركب المعقد، وفي عقاب ذلك يتحول الميسنجر RNA يتحلل الميسنجر RNA آسف، وبالتالي تتم إعاقة التعبير عن الجين المناسب. بالرسم اللي قدامنا احنا شايفين جزيء ميسنجر RNA طويل اللي او جزء من جزيء ميسنجر RNA طويل اللي بنينا له جزيء siRNA مكون من 22 زوج من القواعد النيتروجينية اللي مكمل لجزء من جزيء الميسنجر RNA. نقدر نشوف انه الجديل التحتانية مكملة لهذا القسم من الجزيء A مقابل U، A مقابل U، A مقابل U، G مقابل C، C مقابل G إلى آخره. هذا الجزيء إذا أدخلنا للخلية بداخل الخلية بنفصل الجديلتين عن بعض، واحد منهم بيرتبط ب ميسنجر RNA وبعيق التعبير عنه. في حيوانات نوك أوت، حيوانات نوك أوت يعني حيوانات اللي تم فيها كبت التعبير عن جين معين بواسطة بهذه الطريقة يحصلون على تعطيل تعبير كامل، أي أن الخلايا لا تنتج RNA أو بروتين بتاتا. هاي حيوانات اللي بالبويضة تبعتها تم تعطيل جين معين، نتجت حيوانات نسميها حيوانات نوك أوت، حيوانات اللي نعمل فيها نوك أوت لجين معين بالتالي بالبويضة تبعتها، وبالتالي كل خلايا الحيوانات هذا الجين تم تعطيله، وبالتالي الخلايا لا تنتج RNA بتاتا. بينما بحالة الاستعمال الـ siRNA كتم التعبير يؤدي إلى خفض كمية البروتين ذي الصلة بنسبة 70-80% فقط. إذا في عندي 30-20% بعد بتم تعبير، كتم كهذا يكفي في معظم الحالات لكي يؤدي إلى تغيير في الخلية ودراسة صفات هاي الخلية. يعني مش بحاجة إنه الكتم يتم على كل بنسبة 100%، نسبة 70-80% كافية إنه انخفاض كمية البروتين اللي عم تنتج بالخلايا بنسبة 70-80% كافي إنه نقدر نشوف تغييرات في صفات الخلايا ونربط بينه وبين الجين اللي تم كتم التعبير عنه. التغيير يمكن أن يدل على وظائف الجين الذي تم كتم التعبير عنه، لذلك أيضا تعطيل تعبير كامل عن جين في حيوانات نوك أوت وتعطيل تعبير بواسطة الـ RNA الـ siRNA هن أدتين حيويتين لدراسة صفات جين معين. بنكمل بالدرس الجاي موضوعنا، هنا بنوقف هذا الدرس وإلى اللقاء بالدرس القادم.